نعم، دقت الساعة ونحن في انتظار الانتخابات الرئاسية المصرية أقل من 48 ساعة. ولكن السؤال اللي أنا عايزة أتكلم فيه مع حضراتكم في البداية، خلينا كده نتكلم مع بعض ونقول يا ترى الانتخابات الرئاسية المصرية بتمر بظروف سهلة؟ يعني البلد ظروفها سهلة، العالم، المنطقة؟ الإجابة لا الحقيقة. ولو إحنا في الموقع بتاعنا المصري هنلاقي إنه دولتنا بقالها تقريبا قرابة شهرين، إذا كنا بنستعد لهذه الانتخابات، ولكن في نفس التوقيت كانت أيضا الحرب على غزة، وكان في الدور الوطني الكبير اللي بتبذله مصر، والقيادة السياسية بذلت مجهود كبير جدا في هذا الدور، وما زلنا حتى اللحظة اللي بكلم فيها حضراتكم. احنا هنا في الاستوديو الحقيقة عندنا زي معسكر عمل منذ بداية الحرب، واحنا الحقيقة معسكر عمل فريق كبير جدا هنا في التلفزيون والقناة الأولى بيشتغل طول الوقت على كل التفاصيل. هتلاقي فوق عندنا طبعا زي ما بنقول الكواليس والماكينات، وهتلاقي دايما في شاشة مفتوحة على قطاع غزة طول الوقت. والوقت التاني احنا بنتابع طبعا الانتخابات الرئاسية، تابعتوا معنا الانتخابات الرئاسية في الخارج والمصريين اللي شرفونا. بنتمنى وانا متأكدة شعبنا المصري واعي وعارف ومدرك قد ايه التحدي اللي بتبذله مصر، قد ايه الوضع الصعب الشديد الصعوبة اللي موجودة في مصر، ولكن باقتدار كلمتها ثابتة ورأيها ثابت ووضعها ثابت، وبتحاول تأمن الحقيقة أمنها القومي قبل كل شيء، وكمان تساعد أهالينا في قطاع غزة. سؤال تاني بنسأله وإحنا في الفترة دي وإحنا بنستعد انتخابات رئاسية، بلدنا بتأمن نفسها، بتلاقي كده آراء وتلاقي كده إعلام ينقلك أخبار كذبة أو ينقلك موضوعات تعمل لك قلق وانت قاعد تتابع قدام شاشة التلفزيون. طيب إيه اللي أنا أعمله إذا أنا مثلا بتفرج على برامج إعلامية ممكن يكون فيها بعيدة طبعا عن محطتنا المصرية الرئيسية ولكن على محطات غير مصرية؟ هتلاقي كده يطرحوا يهتموا جدا بالشأن المصري، لأنه مصر مهمة جدا، مصر مهمة جدا جيوسياسيا، مصر مهمة قوي. فهتلاقي يقول لك أرقام، يقول لك موضوعات، يحكي لك حكايات لا هو وقتها ولا هو موضوعها ولا هو حلها. هي فكرة إنه يعمل ترند أو إنه يعمل يجيب لك موضوع أنت ما بتسمعوش في الإعلام بتاعك المصري، مش عشان إحنا مش عايزين نقوله أو إحنا مش بنقدر نقوله، إحنا نقدر نقول لك كل حاجة، ولكن الإعلام، الريادة المصرية، شركة المتحدة، كل شاشاتنا المصرية اللي فيها مصريين تحت ولاية مصرية كلها بتعمل بمهنية شديدة، وقبل المهنية الصدق، وقبل الصدق كمان الوطنية. ده مهم قوي. الوقت صعب، الوقت محتاج الدقة، محتاج لو أنا بقول حاجة عندي حاجتين، عندي مصدر معلوم، عندي يعني عايزة أقول معلومات مؤكدة، عندي نسب مؤكدة، عندي وثائق مؤكدة أو عندي شهادات حية مؤكدة. لو كل ده مش موجود أستأذنك ما تسمعش وما تعرفش وما تحاولش تسمع للناس اللي بتضلل المعلومات في وقت صعب جدا. الوقت ده وقت مشاركة 100% مشاركة، والمصريين عندهم وعي. المصريين اللي كانوا في الخارج وعيهم الشديد كان عامل إزاي؟ لماذا خرج المصريون بهذا الوعي في كل الأماكن والمقرات والسفارات والقنصليات خارج مصر؟ خرجوا لأن هم مدركين للشأن المصري، مدركين للوضع، عارفين إن بلدهم محتاجة تسمع صوتهم، محتاجة تشوفهم على الشاشات المصرية، محتاجة تشوفهم وهم موجودين. وده اللي حصل بالفعل. أما الشأن الداخلي أنا متأكدة كل التأكد إنه الوعي اللي موجود في شارعنا المصري بإذن الله هيشارك، والمرأة المصرية هتكون قبل كل الناس. ده عهدي أنا بالمرأة المصرية، هي مدركة، هي عارفة، هي أم البيت، هي أم الأسرة، هي أم المجتمع، وأكيد طبعا معها كل الشباب وطبعا كل فئات المجتمع. أنا متأكدة هيكون عندنا بإذن الله زخم وطني، إحساس حلو، موجودين علشان نقول صوتنا. مصر دي مهمة، مصر دي بلدنا، ده الوطن، ده البيت، ده العرض، دي الأرض. فإحنا عايزين نقول للعالم نعم
احنا مصريين بنخاف على بلدنا، اول حاجه لا نسمح ان اي حد يقرب من امن بلدنا. بنوري العالم زي ما احنا ثابتين، وبينا للعالم كله كلمه مصر في الحرب على غزه، وكلمه مصر في لا لتهجير الفلسطينيين، وكلمه مصر في الحفاظ على سيناء، كلمه مصر ايضا في الداخل. احنا امام انتخابات ديمقراطيه، هو واجب وطني، واجب قومي، لازم كلنا نبقى موجودين، والشباب قبل الكبار، وانا واثقه في الشباب. انا ما بحبش اللي يقول لا الشباب مش هيهمه، بالعكس، امال مين اللي تطوعوا وكانوا موجودين على معبر رفح؟ الشباب. مين اللي شحنوا كل الشاحنات الضخمه الكبيره اللي موجوده حتى هذه اللحظه وبتدخل لقطاع غزه؟ هم الشباب. مين اللي بيبقوا موجودين في مؤتمرات الشباب؟ هم الشباب. فالشباب لن يبخلوا ابدا، ومحدش ابدا يتحدث باسم الشباب ويقول ان الشباب مش هيهمه او ان الشباب مش هيجوا ابدا. الشباب قبل الكبار هيكونوا منورين باذن الله. ساعات بتفصلنا 48 ساعة عن الانتخابات الرئاسية، وطبعا زي ما قلت لحضراتكم التصويت في الخارج كان شيء الحقيقة مبهر، إقبال كبير من المصريين، وإقبال بحب. هي مش الفكرة أنا رايح بس كده أعمل واجب، لا، أنا كنت رايح علشان أبين لبلدي أنا موجود وأنا برسلك رسالة حب وطنية. كمان احنا عايزين زي ما انتم عارفين ابناء الوطن في كل مكان في العالم بينوا قد ايه يعني وقفوا وقدموا رأيهم بحرية وديمقراطية، وطبعا كل ده ولا يتجزأ أبدا عن نسيج مصر نفسها. يعني سواء أنت مصري في الخارج أو أنت في الداخل، كلنا مصريين، كلنا بيهمنا شأن بلدنا. الحد الجاي بإذن الله بداية التصويت داخل مصر على مدار ثلاثة أيام، هيبقى حد اتنين تلات بإذن الله نبقى موجودين، وكلنا إن شاء الله هيكون عندنا الفرصة، المواعيد، تختار الميعاد اللي يناسبك طبقا لمواعيدك لشغلك. عندك 3 أيام بإذن الله تقدر، وتقدر تدخل وتعرف من خلال الرقم القومي بتاعك، وتدخل على تبعت رسالة، وتتأكد كمان من اللجنة اللي أنت هتدلي بصوتك فيها. مهم جدا وجودنا؟ مهم جدا وجودنا. مهم جدا إن أنا أروح؟ مهم جدا إن أنا أروح. ومهم قوي إن أنت ما تقولش طب خلاص ولادي رايحين، ما الناس كلها رايحة، أنا مش مهم بقى. أنا أبدا، بالعكس، كل صوت مصري مهم، كل صوت مصري عنده حق الانتخاب مهم. ما تخليش صوتك أبدا أو اسمك اللي مكتوب في الكشوفات يبقى فاضي قدامه، ما ينفعش، لأن أنت مهم، هو المواطن المصري مهم، فلازم قدام صوتك يكون رأيك. اختار اللي أنت عايزه بمنتهى الحرية، اختار اللي أنت عايزه، لكن كمان مارس حقك الدستوري، ده حقك، أنت استفتيت على الدستور بأنك ليك حق في الانتخاب، فده حقك، وحقك كمان الدستوري في اختيار المرشح اللي أنت تراه اللي ياخد بلدك إلى الأمن والأمان، اللي يكمل المسيرة، اللي ياخدها لبكرة، اللي يخليها أفضل وأحسن، واللي يحافظ عليها. بإذن الله إن شاء الله نكون كلنا موجودين في الانتخابات بإذن الله، زي ما قلنا الحد والاثنين والثلاث القادمين، بكرة وبعده بداية الصمت الانتخابي، يعني ما فيش كلام عن الحملات ولا في شعارات ولا أي حاجة، ده الصمت الانتخابي بإذن الله. الهيئة الوطنية للانتخابات كمان قدمت تسهيلات كبيرة جدا للناخبين، خصوصا في الخطوات الخاصة بمعرفة اللجنة بتاعتك الانتخابية، وأيضا من خلال الموقع الرسمي لها اللي موجود طبعا www.elections، تقدر تدخل عليه EG، تقدر تدخل عليه بسهولة وتدخل الرقم القومي بتاعك وتعرف كمان لجنتك ومكانها. وأنا متأكدة بإذن الله كلنا هنكون معاكم في المشهد، وكلنا الموقع موجود مع حضراتكم على الشاشة، كلنا هنكون معاكم بالصوت والصورة. مش بس كده، أنا نفسي أنتوا كمان تصوروا اللحظة، حطوها على السوشيال ميديا، حط أن أنت رحت وصورت ودي اللجنة بتاعتي وأنا اديت صوتي، وعيشوا اللحظة، لحظة الديمقراطية دي لحظة جميلة وتليق جدا بينا كمصريين، وتليق أكثر بالمواطن المصري الكريم. مازال معي في 9 النهاردة الخميس الكثير من الفقرات في انتظار حضراتكم، فاصل قصير ونعاود بإذن الله. تفضل.
أهلا مرحبا بحضراتكم في التاسعة. خلينا نكمل كلامنا بإذن الله. إن شاء الله زي ما قلنا يفصلنا عن الانتخابات. 48 ساعة تبدأ الانتخابات المصرية يوم الأحد المقبل 11-12 ديسمبر بإذن الله. أعلنت كمان الأحزاب السياسية تشكيل غرف عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية قبل ساعات قليلة من بدء المرحلة الأولى من الانتخابات. وطبعا أكيد كل الأحزاب السياسية، وأنا سعيدة كمان يمكن هذه المرة وجود الانتخابات الرئاسية المصرية بأنه عندنا عدد من الأحزاب موجودين على الأرض والجميع بيتابع هذه الانتخابات بشكل كبير. وطبعا دي هتبقى يعني على طول حركة هتقدر تتابع منها بأنه الحركة السياسية فيها زخم مختلف. عندك عدد من الأحزاب، الأحزاب بيشارك فيها عدد كبير من الشباب اللي بدأوا فعلا يمارسوا الحياة السياسية بشكل فيه وعي كبير جدا. هتلاقي حركة مختلفة تماما في هذه الانتخابات، وأيضا هتلاقي أيضا وعي كبير جدا من المصريين، وده أنا الحقيقة متأكدة منه. هنعرف مزيد من التفاصيل عشان نعرف غرفة العمليات الخاصة بالأحزاب المصرية. خليني أبدأ بحزب مستقبل وطن، النائب عصام هلال أمين عام مساعد الحزب. مساء الخير سيادة النائب. مساء الخير يا استاذ شفيق، مساء الخير على مشاهدينا الكرام. يعني 48 ساعة ونبدا في ممارسة الديمقراطية وايضا المشاركة المصرية في الانتخابات الرئاسية في المرحلة الاولى، كلمني عن الاستعدادات والعمليات الخاصة بالحزب. خلينا نقول ان احنا في ماراثون بقى لنا فترة تنافسي وتكاملي ما بين كل الاطياف السياسية لاستحقاق هو الاهم في تاريخ الدولة المصرية، في تاريخ اي دولة، هو الاستحقاق الرئاسي. خلينا نقول ان احنا خلال الفتره الماضيه شهدنا مشهد يمكن سياسي متطور، مشهد انتخابي جيد، نستطيع ان نقول ان نتباهى به. لاول مره او منذ فترات كبيره لم نرى اكثر من منافس على انتخاباتها الاهم، هي الانتخابات الرئاسيه. ثلاثه منهم من ضمن اربعه هم منتمين الى احزاب سياسيه. صحيح. فبالتالي ده بينعكس ان احنا عندنا الوقت احزاب سياسيه قويه، حياه سياسيه ناضجه، نطمع الى كثير اكثر من النضوج الحالي. وخليني اقول لحضرتك خلال الفتره اللي فاتت احنا يمكن الساحه السياسيه المصريه وتحديدا داخل حزب مستقبل الوطن وكل الاحزاب المؤيده والداعمه لمرشحنا المرشح الرئاسي السابق فتحي السيسي شهدت حراك غير طبيعي على مدار 27 محافظه. تمام. وعلى مدار كل اقسام جمهوريه مصر العربيه. خليني اقول لحضرتك احنا في حزب مستقبل الوطن نملك تنظيم حزبي يمكن موجود داخل كل اقسامنا 367 قسم ومركز وكل المحافظات. ويمكن احزاب اخرى برضه معانا مواليه وداعمه لمرشحنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وكيانات سياسيه كثيره مؤيده شهدت يمكن شاهدنا والكل شاهد. يمكن برضه خليني من هنا احيي الاعلام المصري اللي اتسعت المساحه دي لكل المتنافسين في الانتخابات الرئاسيه، واتسعت المساحه وعرض كل اللي موجود على الارض المصريه. نستطيع ان احنا من خلاله نقول ان احنا فعلا امام انتخابات تنافسيه وامام ديمقراطيه حقيقيه. والكل يعني حس بقى بالمنظور المهم للدوله المصريه. يمكن احنا في كثير من احاديثنا يمكن ده برضو من الملاحظات الجيده ان في كان كثير حتى على الرغم من تاييدهم لمرشحنا المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن كانت الدعوه الرئيسيه هي المشاركه. المشاركة الإيجابية. وهنا اسمح لي أسألك سؤال سريع جدا سيادة النائب، وتقول لي نسبة المشاركة المتوقعة كما شاهدتموها في عدد من المؤتمرات اللي عملتوها. خليني أقول لحضرتك إحنا يمكن إحنا حتى دايما نقول الكلام ده، إحنا عندنا منافسين نحترمهم ونقدرهم، وإحنا برضو إحنا لينا مرشح اللي هو المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إحنا عندنا منافس تاني موجود أمامنا وهو أرقامه السابقة. أرقامه السابقة هو بالنسبة لنا منافس تاني، فبالتالي الجميع بيتبارى إنه يهزم هذا المنافس وإنه يعلى عليه وإنه ياخد أرقام أكبر. اللي أنا شاهدته والمؤشر الخارجي في انتخابات المصريين في الخارج ومن نتاج المؤتمرات اللي تمت من خلال مستقبل الوطن ومن خلال الكيانات المؤيدة كلها، أستطيع إن أنا بكل اطمئنان وبكل ثقة إن أقول لحضرتك إن شاء الله تعالى نسب المشاركة ستكون أعلى مما سبق.
لان برضه خليني اقول لحضرتك الان الجميع اصبح مدرك لاهميه هذه المشاركه. صحيح، وانا بتفق جدا معاك، لانه يعني الظرف كمان وما يحدث ايضا وما تقوم به مصر الحقيقه واضح جدا لكل مواطن وللشعب بشكل كبير. اشكرك جدا النائب عصام هلال امين عام مساعد حزب مستقبل وطن، وخلينا ايضا زي ما قلنا لحضراتكم نحن نتابع ايضا الاحزاب السياسيه وغرفه العمليات اللي بدات بالفعل ومتابعه سير العمليه الانتخابيه في المرحله الاولى. هروح دلوقتي الى حزب اراده جيل النائب تيسير مطر رئيس الحزب. مساء الخير سياده النائب. مساء الخير استاذ شفقي، ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا عايزه اعرف من حضرتك يعني ما هي العمليات وكيف تستعدوا للمرحله الاولى من الانتخابات الرئاسيه؟ تفضل. اسمحي لي الاول ان انا اقول انا بهني الشعب المصري بالكامل بالتجربه الديمقراطيه المتميزه اللي احنا بنعيشها دلوقتي في الانتخابات الرئاسيه اللي هي اهم كرسي في العمل السياسي والتنفيذ. اللي احنا شفناه ديمقراطيه اتخاذ القرار والراي والحريه ومنافسه شريفه من زملاء لينا في الاحزاب على المقعد، قد نتفق على التجربه الديمقراطيه ونختلف على اننا مع الاستاذ رفعت التحسيسي كتحالف الاحزاب المصريه، مش حزب اراده الجيل فقط، تحالف الاحزاب المصريه بيضم 42 حزب بنتحرك او اتحركنا في الفتره اللي فاتت من اجل التعامل مع الجمهور ومع المواطنين في العديد من المؤتمرات. والحقيقه انا عايز اقول لحضرتك ان احنا شفناه ان الناس طبيعي رايحه للسيد الرئيس عبد التحسيس. طبعا ما احنا ما بناخدش مجهود في اننا نشرح ونقول ايه الموضوع ونزكي المرشح بتاعنا، لا، الناس طبيعي مقتنعه تماما بالسيد الرئيس عبد التحسيسي ومتفهمه هذا الوضع تماما، وخاصه الامن القومي المصري واللي احنا بنشوفه حوالينا والرؤيه الرئيس في اتخاذ قرار بالنسبه للخطوط الحمراء اللي حطها للحفاظ على الامن القومي المصري طبعا، والحفاظ على حريه وسلامه المواطن المصري، لان عند لما بنيجي عند مصر كل المصريين بيصطفوا صف واحد فيما عدا القله القليله اللي حضرتك عارفاها واللي الناس كلها عارفاها، لكن احنا جميعا مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صف واحد في كل ما يتخذه من قرارات من اجل الحفاظ على الامن القومي المصري وعلى المصريين وعلى سلامه المصريين. وان احنا بقى في الفتره اللي جايه بنشوف المرحله الثانيه بعد انتهاء عمليه المؤتمرات والدعايه، داخلين على غرف بقى العمليات الحقيقيه والحشد امام الصناديق الانتخابيه. اكيد. يعني كم تتوقع، هل تتوقع انه نسبه المشاركه هتكون كبيره باذن الله يعني هذه المره والانتخابات الرئاسيه، والناس يعني يمكن المصريين في الخارج الحقيقه شرفونا وكانت يعني وجودهم في الخارج امام صناديق الاقتراع والطوابير اللي كانت موجوده كان فيها شيء من البهجه كبير والسند اللي حاولوا رساله اللي حاولوا يرسلوها الى مصر، ماذا بقى تتوقع بالداخل؟ بكلام حضرتك الجميل ده احنا بنحيي المصريين في الخارج على الموقف اللي عملوه اللي يستحقوا شهاده تقدير على اهتمامهم وادلائهم بالاصوات بالطوابير زي ما حضرتك قلتي، وده بياكد على قناعتهم التامه وانتمائهم لمصر والمواطنه وان وطنهم الاساسي مصر ايا كان هم موجودين فيه. وده بيخلينا نوصل الى المصريين بقى بالداخل، المصريين بالداخل انا اتوقع نسبة مشاركة عالية نتيجة الوعي ونتيجة الإعلام المتميز ودور الإعلام في نشر الموضوعات بحيادية تامة بين المرشحين وبعضهم، كل واحد 100 دقيقة بالتساوي، ولكن الناس طبيعي بيبقى لها يعني اتجاه كده لقناعتهم وحبهم واحترامهم لمرشحهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. حاجة تانية اسمحي لي أقولها، اتفضل. الرئيس الإنسان، الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا هو الرئيس الإنسان اللي بان قوي كمان في جزئية الدعاية لما قال اللي أنا مش عايز دعاية كتير واللي عايز يعمل دعاية وجه الفلوس دي إلى حياة كريمة أو إلى أهلنا في فلسطين. صحيح. ده بيدل على أنه رئيس الإنسان اللي الناس كلها بتحبه، لأن احنا كمصريين كمان بيبقى عندنا شيء من العاطفة والارتباط. الحاجة المهمة كمان اسمحي لي، معلش هاخد في الوقت كده دقيقة كمان، إن الطموح بيزيد مع الرئيس، يعني النهارده الإنسان دايماً بيبقى عنده طموحات للمستقبل، بيبقى ما عندوش سقف معين بيقف عنده،
الناس عندها احساس ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اللي بيحقق لها الطموحات بتاعتهم، هم اللي بيوصلهم الى النتائج اللي هم عايزينها، فسقف الطموح بيزيد معاه، فارتباط الناس معاه بقى ارتباط طبيعي طبيعي، مش محتاج حد يقول لهم على حاجه. واتوقع ان في الصندوق هيقول كلام كويس جدا. اكيد انا هختم بجملتك الحلوه بان الطموح بيزيد مع الرئيس السيسي، وانا شايفه بتفق جدا مع هذه الكلمه. النائب تيسير مطر رئيس حزب اراده جيل، زي ما قلنا فعلا زي ما انتم عارفين انه سيد الرئيس الحقيقه مع بدايه الانتخابات، وكان الحقيقه مصر بانه لو هناك في دعايات فتبقى موجهه لاهالينا في قطاع غزه، وهذا حدث بالفعل. يعني كان في شاحنات تم الحقيقه اعدادها ووصلت الى رفح، وهي من قبل يعني من يريد، كان من الاحزاب او من الهيئات او من المنظمات ان هم يساعدوا، وفعلا بالفعل وصلت هذه المساعدات الى اهالينا في قطاع غزه، اللي كانت الحقيقه نتيجه لانه طلب من السيد الرئيس انه الدعايه تكون في اقل الحدود، وانه اي صرف يكون موجه الى اهالينا في قطاع غزه. طيب خلينا نكمل ايضا المسيره ونشوف الاحزاب السياسيه والاستعدادات الخاصه بالانتخابات الرئاسيه المرحله الاولى. نروح لحزب الوفد ومساعد رئيس حزب الوفد النائب ايمن محسب. مساء الخير سياده النائب. مساء النور على حضرتك وعلى متابعينك الكرام يا فندم. اهلا وسهلا. يعني هذه الانتخابات الحقيقه يعني بتشهد مرشحين اللي موجودين، العدد موجود من الاحزاب السياسيه، كيف ترى هذه الانتخابات هذه المره؟ لا خلينا نتكلم بشكل واضح. الانتخابات المره دي انتخابات حقيقيه. انا بشوف ان في تاريخ مصر المعاصر كله ما تمش انتخابات الحقيقه الا هذه الانتخابات بالتحديد، لان احنا كحزب سياسي يعني يمكن اقدم حزب موجود في الاوسط وثاني اقدم حزب في العالم، لم نرى في حياتنا السياسيه انتخابات بهذه الشفافيه والوضوح وعدم التعرض لاي حمله من حملات المرشحين الثلاثه الرئيس، يعني رئيس الجمهوريه الحالي لما شفنا تعهد سابقه طويله جدا كان يبقى في كان في ضغوط كبيره جدا لما اتعملت انتخابات 2005 وغيرها و2012 على المرشحين اللي مش الرئيس منهم الحقيقه يعني. فالمره دي لا، المره دي في بوضوح ان احنا تحدثنا في حزب الوفد وصرحنا اكثر من مره على لسان رئيس الحزب على لساني وعلى لسان المتحدث الرسمي باسم الحمله، بان الحقيقه مفيش اي نوع من انواع المضايقات. بنعمل مؤتمرات في اي وقت وفي اي مكان في جمهوريه مصر العربيه، وعملنا العديد من المؤتمرات واللقاءات بحريه تامه دون التعرض، اعلاناتنا في الشوارع موجوده ما حدش بيقطعها زي عصور سابقه. الحقيقه لا، انتخابات نزيهه ومحترمه. اللي بيقول كلامنا ده بيقول اللي حصل للمصريين بالخارج كان يعني الحقيقه لفته مضيئه واشاره حقيقيه ان الانتخابات في الداخل هيكون عليها زخم هذه المره. اكيد نتمنى هذا. طول ما سيادتك الحريه موجوده وطول ما الديمقراطيه واضحه، انا متاكد ان الاقبال هيزيد جدا، لان المواطن بيشعر ان هو صوته له قيمه وصوته مسموع وموجه. وبالتالي انا اتوقع او حزب الوفد يتوقع ان المشاركه هذه الانتخابات سوف تكون تاريخيه بالنسبه لما مضى، وان شاء الله نامل ان عاده تكون انتخاب بهذه الشفافيه والوضوح وعدم التعرض للحملات. أكيد. عشان مصر اكبر. خليني بس يعني الفرعوني. أيوة. انها دوله عظيمه، ما هياش دوله تتحكم بشكل او باخر، لا احنا في مرحله جيده في عرس ديمقراطي حقيقي. طيب خليني عند عرس ديمقراطي حقيقي استاذنك سياده النائب. سياده النائب استاذنك خليني عند عرس ديمقراطي حقيقي علشان برضو يعني نبقى على 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 نفس الاتجاه في الكلام انا وحضرتك. خلينا نتفق بانه الانتخابات يعني الحقيقه كلها الرئاسيه المصريه السابقه والان كلها كانت انتخابات حقيقيه. وجود اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني الحقيقه والوضوح والشفافيه، وده شاهدناه على مدى اي انتخابات كان فيها اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحاجه الثانيه انه يعني الحاجه الثانيه بس عايز اكد على مع حضرتك على حاجه. بتكلم بوضوح شديد جدا. انا بس اديني فرصه بس اقول بقيه النقطه بس، وحضرتك طبعا لك التعقيب. الحاجه الثانيه بس بانه هذه الانتخابات في هذه المره لو نتحدث بشكل سياسي لم ناخذ الفرصه الكافيه، نظرا ايضا لانه مصر كان عليها دور كبير جدا خاص بالحرب في غزة. مصر لها دور فعال، مصر بلد يعني محور في الموضوع، فأعتقد
فأعتقد أنه كمان يعني الشأن كله مليان شفافية، مليان وضوح، مليان قرارات زي ما حضرتك قلت. وأنا بتفق معاك جدا بأنه كل ما شاهدناه سواء في الحملات الخاصة بالسادة المرشحين كل على حدة كانت واضحة المعالم، كل واحد اتكلم براحته، المرشحين كان لهم الفرصة في الظهور الإعلامي والتحدث كما يريدون عن يعني رؤيتهم وما يتمنوه. فأعتقد دي كانت فرصة يمكن اللي حضرتك بتقصد فيها أن فرصة المشاركة هذه العام كان فيها متنافسين مختلفين هذه المرة. أنا مع سيادتك بالفعل، وده ما أقصده، إحنا فعلا ده اللي نقصد نقوله، أن الفرصة المرة دي أكبر بكتير جدا، وهيكون مشاركة أكبر وأحسن بكتير مما سبق. وزي ما سيادتك قلت، الظروف السياسية اللي بتمر بمصر ولا سيما غزة بالتحديد هتدفع المواطن المصري للوقوف كويس كده على صندوق الاقتراع، ويختار بشكل واضح جدا من يلبي هذه أو يحل هذه الإشكاليات الإقليمية الكبيرة. أكيد إحنا بنتمنى الخير، ونتمنى إن شاء الله يكون عندكم فرصة هذه المتابعة بمنتهى الشفافية والوضوح والديمقراطية، ونتمنى كمان المشاركة بإذن الله من كل المواطنين المصريين. النائب أيمن محسب مساعد رئيس حزب الوفد، كل التوفيق بإذن الله. طبعا يعني خلينا نقول في هذا الشأن الخاص بالانتخابات، إحنا الحقيقة يعني هذا العام أمام أكثر من نقطة جيدة، أمام مشاركات ويمكن متنافسين من الأحزاب المختلفة، فده بيدي أيضا للحياة السياسية زخم، وبيدي أيضا مشاركات متنوعة. كان في فرصة إن شفنا عدد من الحملات كانت بتتكلم، عدد من المؤتمرات، عدد من الآراء المتنوعة والمختلفة، وهو دي المشاركة السياسية اللي هي المطلوبة. وأعتقد إنه الحياة السياسية المصرية تغيرت كثيرا، يعني لو احنا حتى رجعنا بس قبل موضوع الحرب على غزة وشفنا الحوار الوطني، نعرف ان هي امتداد لما نحن فيه، وهي امتداد ايضا لانتخابات رئاسية اكيد يعني فيها منتهى الشفافية والوضوح، وهي مكملة ايضا للرسالة المصرية. طيب خلينا بقى نروح لشأن محلي جدا، وشأن بيهتم بيه المواطنين، وكلكم الحقيقة كنتم مهتمين جدا بموضوع السكر. وموضوع السكر زي ما قلنا هنا أكثر من مرة في التاسعة بأن الدولة يعني مهتمية بيه بشكل كبير، لأنه طبعا كان في مشاكل وكان في احتكارات وكان في أشياء كثيرة جدا بتحدث، لكن الدولة الحقيقة اهتمت، وإحنا تابعنا هذا مع الدولة في أكثر من موقف. الآن خليني أقول لحضراتكم أنه أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، أصدرت يعني الخميس، قرارا جديدا بشأن وضع ضوابط التعامل بالبطاقات التموينية الذكية، والقرار الحقيقة لمواجهة أزمة السكر وتوفيره بأسعار مناسبة للمواطنين. القرار ده يعني بينص على إيه؟ القرار بينص بمنتهى البساطة أنه هيتم صرف كيلو سكر حر على البطاقة التموينية، يعني حضرتك هيبقى من حقك انك تصرف كيلو سكر على البطاقة التموينية بالإضافة إلى قيمة الدعم اللي موجود المحدد على البطاقة التموينية اللي حضرتك بتصرف منها، واللي بيقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد موجودين في الأسرة، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية المخصصة لعدد 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد. طيب وده كمان هيخليك يعني يخلي الناس يبقى فيها انضباط، ويدي للمواطنين كمان يعني فرصة انه ما يبقاش عندهم أزمة ابدا. مزيد من التفاصيل خليني اروح لدكتور احمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين. دكتور احمد مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وكل السادة المشاهدين. يعني اشرح لنا كده ببساطة يعني هذا القرار من وزارة التموين، وفكرة انه كيلو سكر على البطاقة هيبقى الوضع عامل ازاي؟ الهدف الاساسي اللي بتشتغل عليه وزارة التموين في هذه الايام هو زيادة المعروض من سلعة السكر الحر داخل الاسواق، وده متمثل في اكتر من مصدر او قنوات توزيعية. اولا بدأنا بكل الشركات الصناعية من خلال اتحاد الصناعات المصرية، كافة السلاسل التجارية بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية، طبعا خطوط التعبئة ومصانع التعبئة اللي بتشتغل من خلال منصة البورصة المصرية للسلع،
بالاضافه الى الشركات التجاريه. اصدر معالي الوزير منذ بدايه الاسبوع توجيه لاربع شركات بنجر تابعه لوزاره التموين، شركه الدلتا والفيوم والدقهليه والنوباريه، ترفع من الطاقات اللي خاصه بضخ السكر الحر في الاسواق لتصل الى 8000 طن سكر في اليوم، وده هيوصلنا لمعدل 240 ألف طن سكر في الشهر، وده الاستهلاك الطبيعي لكل الجمهورية سواء التموين أو الحر. اللي أضفناه النهاردة هو خطوة أخرى جديدة بتساعد على زيادة المعروض من سلعة السكر داخل البطاقات التموينية. احنا عندنا في حدود 22 مليون بطاقة تموين، يعني 22 مليون أسرة فيها 63 مليون مستفيد من المواطنين من منظومة الدعم، بيصرفوا بالفعل سكر تمويني موجود على البطاقة سعره بيصل إلى 12 جنيه و60 قرش، والبطاقة ليها حتى 6 أكياس سكر وأربع أزايز زيت، ده في التموين. ولكن سيادة الوزير وجه النهاردة أن كل بطاقة تموين من حقها اعتبارا من يوم 11-12 يعني يوم الاثنين القادم أن هي تصرف 1 كيلو سكر للبطاقة اللي فيها 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر للبطاقة اللي فيها 4 أفراد فأكثر بسعر 27 جنيه، وهيتم السداد نقدي، وهنستخدم المنافذ التموينية اللي تابعة لوزارة التموين، ودول عددهم 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، بتشمل كل بدالين التموين وكل فروع مشروع جمعيتي وكل المجمعات الاستهلاكية اللي بتصرف منها المواطنين السلع، علشان نزود لهم المعروض أكثر من سلعة السكر، وبالتالي بنوصل للوفرة والإتاحة اللي هتؤدي إلى انضباط الأسواق وعودة الانتظام في الأسعار واستقرار سعر السكر مرة أخرى ليصل إلى كل المواطنين سواء في السلاسل التجارية أو في محلات السوبر ماركت أو الميني ماركت أو الأكشاك أو المنافذ التموينية، ويكون سعره يعني إذن كده إن شاء الله لا مش هيكون في أي أزمة، وهيبقى خلينا ناخد عنوان كبير بإنه السكر متوفر خلاص. ومع كل الإجراءات اللي بناخدها إن شاء الله انفراجة كبيرة في سلعة السكر خلال الأيام القليلة القادمة. أكيد، ونتمنى كمان إنه أهالينا اللي بيصرفوا البطاقات التموينية بيصرفوا عليها السكر الأقل من 3 أفراد هيبقى عندهم كيلو، أكثر من 4 أفراد هيبقى معاهم 2 كيلو بسعر 27 ويسدد نقديا، مظبوط يا فندم؟ مظبوط كده زي ما حضرتك. نتمنى باذن الله ان شاء الله، هم مواطنينا سكر اصلا، فلازم السكر يروح لكل المواطنين المصريين اللي هم سكر. اشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد كمال المتحدث باسم وزاره التموين. يعني المسألة كده اتحلت الحمد لله، وإن شاء الله ما يبقاش فيه أزمة تاني وتعدي بإذن الله. خلينا نروح للشأن الفلسطيني وأهالينا في قطاع غزة. الحقيقة يعني موضوع قطاع غزة ده وموضوع ما يحدث في يعني الحرب والإبادة اللي موجودة في القطاع، أنت كل يوم يعني كل ما بتتابع يعني لا يتوقف هذا الاحتلال أبدا، يعني ولا تتوقف الجرائم ولا تتوقف العقلية الإسرائيلية، أصلها لم تتغير. يعني لو أنت بصيت على القضية الفلسطينية من 75 عام أنت تتعامل مع نفس العقلية، من بن غوريون لنتنياهو احنا في نفس العقلية، لا شيء يتغير. بيواصل جرائمه للأسف، وما زال بيواصل طول الوقت زي ما احنا متابعين مع قطاع غزة، ما بيرحمش لا أطفال ولا مسنين، والممارسات الإجرامية الحقيقة يعني وصلت لاستهداف سيدة مسنة فلسطينية اسمها الحاجة هادية. والحاجة هادية سيدة لطيفة جدا زي ما انتم شايفين كده على الصورة، وهي يعني الحقيقة يعني 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 تنفع تبقى أمك ولا ستك ولا يعني تخيل هذه السيدة اللطيفة، واللي هي يعني يعني هي أقدم، هي طبعا يعني متابعة القضية الفلسطينية وهي أقدم من الاحتلال، هي بتقول نفسها أنا عمري أقدم من الاحتلال، خصوصا أنها اتولدت سنة 44 قبل النكبة بأربع أعوام، فهي عاشت وشافت فلسطين وشافت فلسطين الحرة الحلوة، فطبعا قالت يعني قوات الاحتلال دي يعني للأسف مش هتصدقوا قتلت الحاجة هادية، وحاجة وقامت الحقيقة بقصف بيتها علشان
طبعا يعني تنضم الحاجة هادية الست الطيبة الجميلة دي، تنضم إلى يعني إلى الشهداء في غزة على مدى الشهرين اللي احنا شايفينهم. الفيديو اللي انتوا شايفينه دول أهلها، هم بيتكلموا معاها وهم بيحكوا، وطبعا يعني السيدات الفضليات المسنات من أهلينا في قطاع غزة شاهدين وعارفين، وفي أصالة والست مبتسمة بتتكلم. يعني مش معقول هذه الممارسات اللي يعني لا تتوقف ولا تنقطع أبدا. عارفين الأغنية الشهيرة، في أغنية كده على طول بتتزاع اللي هو يعني عن فلسطين وطول الوقت بيرددوها الشباب الصغيرين، يعني من أيضا السيدات المسنات هم اللي حافظين التراث بتاعهم وهم اللي بيقولوا التراث بتاعهم، فيعني اللي هو شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم. فالست برضو كانت بتحاول في الفيديو تشد دعم أهلها وتشد دعم أولادها وأحفادها. تعالوا نسمع الست هادية والحاجة هادية وهي بتتكلم، نسمع مع بعض. سلامات يا حاجتي، يرضى عليك. ايش اخبارك؟ انا كنت جاي اطقس عليا. انا جاي اطقس عليكي؟ قدام خطيبة. اسمعي عيونك زرق والله، الواحد بطقس عليكي. خضر مش زرق. خضر والله يا حجة، انك انت بتجنني وعسل. بشوف الصبايا كمان صاروا يجوني. خبوها. خجلتي يا حجة، خجلتي يا حاجتي. انا اسمي صالح. ان شاء الله انت صالح. يا رب صالح. ماشي لحظه، هذا تقويم. طب انت حلو من غيرك. صار طقس عليك يا صالح. والله يا حجه مواليد 44 انت. قديش يعني؟ يعني مواليد قبل النكبه. ويا حجه هذا الفرن اللي بخبز عليه 25 سنه وانا بخبز على الفرن. 25 سنه انت بتخبز على الفرن. حجه انت اقدم من اسرائيل. طبعا انا موجوده من يعني هذا الاشي بيثبت انه احنا ايش فلسطين ارضنا غصب عنهم. انا متمسكه في الارض طبعا. هذول هم حجاتنا يا جعد الخير، الله يطول بعمرها والله. خلينا اياك يا حاجتي. ابو البلدي لو تحس علي مريه واهلي لو قسيوا علي حنان. الله الله الله. طلع كيف بتعرف اسمي؟ ما شاء الله. ايش اسمي انا؟ صالح. يعني الحاجة هادية في ذمة الله وهي شهيدة زي شهدائنا وأهالينا من قطاع غزة. خليني أروح لي يعني الزميل الصحفي الفلسطيني اللي صور هذا الفيديو صالح الجعفراوي. مساء الخير يا أستاذ صالح. مساء النور عليكم جميعا ان شاء الله. يعني الـ هذا الفيديو مع الحاجه هاديه ده كان يعني كان قبل استشهادها بايام واضح. صحيح، هو هذا الفيديو صورناه في مستشفى الشفاء. الحاجه هاديه كانت يعني جايه على مستشفى الشفاء بسبب استهداف الاحتلال لمنزل قريب منهم، والحاجه هاديه يعني كانت مصابه اصابه خفيفه الحمد لله. أنا التقيت فيها يعني لأول مرة في المستشفى. يعني هي أصيبت في المرة الأولى، يعني هي أصيبت في المرة الأولى وراحت المستشفى. أيوه بالضبط. تمام. فأنا التقيت فيها في المستشفى وكل حاجة يعني كانت صدفة بصدفة يعني. فأنا رفعت الموبايل بتاعي وفضلت أصور معها وأهزر معها، وأنت شفتي يعني واضح طبعًا إزاي عاملة إزاي. طبعًا وقعدت تقول لك يعني يا صالح وتقول اسمك. أيوه. ايوه كانت طيبه قوي وكانت جميله قوي يعني الصراحه. طبعا. وصدمنا بصراحه بالخبر استشهادها الله يرحمها. كان استشهادها امبارح. دلوقتي بنتكلم عن استشهاد، اكيد في اسئله جايه يعني عن استشهاد. ايوه طبعا، وهي قالت ان انا اكبر من الاحتلال، يعني هي شهدت فلسطين وهي يعني حره ابيه، فطبعا يعني سبحان الله، يعني هذا الاحتلال لا يعني لا يبقي على طفل او مسن او على الانسانيه اصلا. لا مره لا عجوز لا مسن لا حجر لا شجر ولا قريش عنده حاجه، المهم انه يقتل، المهم انه يوقع اكبر عدد من الخسائر في صفوف الفلسطينيين. يعني المهم انه يجمع اكبر عدد ممكن من الناس اللي يقتلهم، يعني ده هو الحاجه المهمه بالنسبه لي. طب
طب قولي صالح، ازاي تم استشهادها؟ احنا عرفنا انه تم القصف امام منزلها. لا، هو الحاجة هادية كانت جلسة على باب البيت بتاعها في حي الشجاعية عندنا في شرق مدينة غزة. الاحتلال قرف الحاجة هادية قصف. يعني هو يعني 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 ماتت من القناصة، يعني هو كان شايفها يعني هي متعمد. يعني هو متعمد القنص ده يعني. بالظبط، دي مش اول هل مرة. هو هل هل يعني هل الفيديو ده مثلا لانها قالت ان هي اكبر من الاحتلال، ويعني هم حتى الفيديوهات دي واضح ان هم بيتابعوها. ايوه، الاعلام العبري بيتابع كل حاجه بتنتشر يعني هو فعليا الاعلام العبري بيتابع كل صوره وكل فيديو بينتشر من عندنا في غزه يعني. فالاحتلال اصلا يعني هو مش هيستنى انه يشوف الحاجه دي، يشوف لها فيديو هي بتحكي انه هي عمرها اكبر من عمر الاحتلال عشان هو يقتلها يعني. لا بالعكس، هو اصلا ما تفرقش معاه عنده حاجه يعني. احنا شفنا المجازر اللي عمال يقوم بها الاحتلال في كل يوم، في كل ثانيه، في كل ساعه، في مجزر، في كل فعليا احنا في كل وقت. ايوه يعني يعني ما يعني احنا انت يعني احيانا تسال نفسك، بص يا صالح، في كل يعني لاننا نحتمي نحن بالانسانيه، فاحيانا كثيرا انت تسال نفسك لو كنت انت مكان هذا العدو المخبول، فيعني ازاي انا استعمل القناصه علشان يعني اتم يعني اطلق النار على سيده مسنه؟ ما هي واضح عندي من يعني انا شايفها انها سيده مسنه وقاعده على باب بيتها، يعني ما الفائدة لدى الاحتلال في أنه يعني يتم يعني يقتل أو يقصف منزل فيه مسنات أو أطفال؟ ما هي الفائدة يعني؟ ما الفائدة أنه ماذا سيستفيد يعني؟ هو شايف المسنة دي رمز للصمود. رمز اللي هو قتل الصمود. هي عمال قاعدة في بيتها، عمال قاعدة في بيتها مش ومستحملة. الناس نزحت من حي الشجاعية وعمالة تطلع من بيوتها والحاجة دي صامدة. هل لأنه حي الشجاعية ما كانش كانت الناس نزحت والأعداد كانت قليلة، فهو شاف أنه إزاي المسنة دي باقية أمام منزلها؟ أيوة بالضبط. هو يعني هو بيعتبر أنه أي حد عمال يقاوم فيه، سواء بعيدا عن مقاومه السلاح، اي حد بيقاوم فيه بصموده في ارضه، بنشره وفتح جرايمه، بتعزيز صمود شعبه، اي حد بيقاوم فيه باي وسيله من الوسائل عمال يستهدف. اكيد عمال يقتله، ما يخلوش عادي. عموما ما بدوش صورته او وجهه الدموي انه يظهر للعالم. ستبقى كلمات الحاجه فاديه باقيه، وسيبقى الفيديو باقي، وسيبقى التوثيق دايما باقي. وإذا قتلوا اليوم المسنين أو قتلوا الأطفال حتى قتلونا نحن، ستبقى الحقيقة باقية بأنه محتل غاشم عشوائي، وستبقى الحقيقة باقية بإذن الله. زميلنا العزيز الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي، أشكرك شكرا جزيلا. مهما اتكلمنا عن ما يحدث في قطاع غزة، مهما قلنا عن يعني هذه الغطرسة وهذه العشوائية حتى، وهي فكرة أنه أنا شايف وأنا بالقناصة شايف سيدة مسنة أمام منزلها في حي شايف أن الناس نزحت منه، فأنا أسأل نفسي وأنا عدوة الست دي قاعدة بتعمل إيه؟ يعني هي قاعدة يعني علشان هي مش خايفة، أو هي قاعدة يعني واقفة وعايزة تحافظ على بيتها؟ طب أنا هعاقبها بده، فتكون النتيجة بأنه تستشهد الحاجة فادية، ولكن تبقى الحقيقة موجودة. وحنفضل نقول طول الوقت إذا كان هذا الاحتلال الغاشم مصر على هذه الإبادة، ففلسطين بقي والاحتلال في زوال. فاصل ونتواصل. غواص بحر النغم الذي لم يمنعه الظلام من تدفق إبداعه بنور البصيرة والموهبة، فصاغ عشرات الألحان الخالدة في تاريخ الفن المصري ووجدانه. إنه معجزة الموسيقى المصرية، الموسيقار الكبير عمار الشريعي. كأنه
عشق عمار الشريع الموسيقى منذ طفولته، وتلقى علوم الموسيقى الشرقية على يد مجموعة من الأساتذة الكبار بمدرسته الثانوية، وتمكن بمجهوده الذاتي من إتقان العزف على العديد من الآلات الموسيقية منها البيانو والأكورديون والعود والأورج. بدأ مسيرته الفنية في عام 1970 كعازف أكورديون، ثم تحول إلى الأورج وكون فرقة الأصدقاء عام 1980، ومع ألحانه المميزة ذاع صيته في عالم التلحين ولحن لمعظم مطربي ومطربات مصر والعالم العربي. قدم عمار الشريعي على مدار مشواره الفني الموسيقى التصويرية لعدد كبير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات التي حملت بصمته الموسيقية. فمن منا ينسى موسيقى مسلسل دموع في عيون وقحة، أو رأفة الهجان، وأبناء الأعزاء شكرا، والأيام، وأرابيسك، وحديث الصباح والمساء، وغيرها من المسلسلات المحفورة في الذاكرة المصرية. ومن أبرز الأعمال السينمائية التي قدمها الشريعي الموسيقى التصويرية لفيلم الشك يا حبيبي، والبريء، وحب في الزنزانة، وأرجوك أعطني هذا الدواء، وكتيبة الإعدام. ومن أعماله الموسيقية المسرحية مسرحية الواد سيد الشغال، ومسرحية إنها حقا عائلة محترمة، وغيرها من المسرحيات. لكنه لذيذ ومفيش كده ذوق. وكان للطفل حيز كبير من اهتمام عمار الشريعي، فقدم ألحان عدد كبير من أغاني الأطفال مثل أغنية توت توت التي غناها كل من عبد المنعم مدبولي وهدى سلطان، وكذلك أغنية الشاطر عمرو وغيرها من الأغنيات. رحل عمار الشريعي عن عالمنا في 7 من ديسمبر عام 2012، لتظل ألحانه شاهدة على عبقريته الموسيقية حتى اليوم، ليستحق بحق أن يكون غواصا في بحر النغم. عمار الشريعي، يعني عمار الشريعي ابن البلد، بلدنا الجميلة، رمز كبير من رموز مصر. بقالي فترة بشاهد من جديد مسلسل رأفة الهجان بجزئين، الاثنين على فكرة كان بيتزع كمان على القناة الأولى. لكن الجميل في عمار الشريعي أنك تحس أنه هو شكل وجدانك. موسيقى رأفة الهجان هي شجن وطني عظيم، يعني حقيقي حاجة جميلة. عمار الشريعي بتمر الحقيقة 11 عام على ذكراه، وزي ما حضراتكم شفتوا في الفيلم هو قدر مش بس يعمل رأفة الهجان كحالة وطنية، من قبله كمان دموع في عيون وقحة، يعني قصص من يعني أهم القصص اللي موجودة في ملفات المخابرات المصرية اللي عملت الروح الوطنية الحقيقية اللي موجودة فينا. أبطالنا المصريين اللي قدروا يعني يعبروا بمصر، مش بس يبقى البطل اللي هو عبر كجاسوس أو تم زراعته في زي رأفة الهجان تم زراعته في المجتمع الإسرائيلي، لكن كمان قدر عمار يعمل التوازي ده، يعمل يحقق لك البطل وكمان يخلق من جواك أنت يعني وطنية جميلة. خليني مزيد من التفاصيل نروح ونتكلم على حالة عمار الشريعي، هذا المبدع المصري العظيم، الناقد الفني، الكاتب الصحفي أحمد السماحي. مساء الخير يا أحمد. مساء الفل، ازيك يا شفكي؟ الله يخليك، انا بخير الحمد لله. الحقيقه الواحد لما بيسمع يعني موسيقار العظيم عمار الشريعي بيحس قد ايه بلدنا عظيمه برموزنا العظيمه، وعمار الشريعي بالذات بعوده ده قدر يشكل وجدان اجيال كتيره.
ده حقيقي. عمار الشريعي احد عباقره مصر اللي احنا حقيقي غيابه بيزيدوا حضور، يعني احنا مفتقدين عمار الشريعي بقوه. يعني حتى اللي حصل في المجازر اللي بتشنها اسرائيل دلوقتي طبعا على الاخوه الفلسطينيين، على طول هنفتكر عربيه ارض فلسطين لامال ماهر. صحيح صحيح. ومش هنلاقي اغنيه بقوه، يعني ظهرت في الفتره الاخيره بقوه هذه الاغنيه. ومش بس هذه الأغنية، إحنا في كل المناسبات الوطنية والقومية ومناسباتنا السعيدة وشهر رمضان هنجد إن إحنا بنفتقد بقوة عمار الشريعي. عمار الشريعي أحد عباقرة مصر في مجال الموسيقى والألحان، وحقيقي الأغنية المصرية ترملت بعد عمار الشريعي. صحيح، أنا بتفق معاك جدا على 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 المصطلح ده. وهنا هسألك، يعني الحقيقة عمار الشريعي مذهل، يعني خليني أسميه الموسيقار اللي غاص في بحر النغم. حقيقي هو غاص في بحر النغم، لكن إزاي قدر عمار الشريعي من الملفات الوطنية زي دموع في عيون وقحة ورأفة الهجان إنه كمان يروح لحاجات فنية قوية جدا؟ يعني هو عمل مسلسلات وعمل أفلام وعمل ضحك وعمل وحتى شاكس الأطفال في أغاني جميلة مع الشاعر الجميل سيد حجاب. يعني إزاي قدر عمار يعمل هذا النسيج المتنوع؟ لأن عمار الشريعي أحد أبناء مصر اللي لديهم ثقافة ووعي. عمار الشريعي لم يكن فقط فنانا ولكنه مثقف كبير جدا. صحيح. عمار الشريعي بحكم صداقتي ليه وقربي منه أعرف أنه كان مثقف كبير وكان موسوعة، يعني موسوعة تسير على قدمين. صحيح. عمار الشريعي يعني لو احنا اتكلمنا مثلا هنلاقي أن عمار الشريعي قدم موسيقى 120 مسلسل. تخيلي بقى 120 مسلسل من أروع مسلسلات مصر في حقبة السبعينات والثمانينات والتسعينات. فهنجد إنها كان على قمتها عمار الشريعي. هنجد إنه قدم 50 فيلم سينمائي موسيقى تصويرية أو أغاني في هذه الأفلام. هنجد إنه هو قدم عشرات المسرحيات المصرية. يعني فعمار الشريعي هو أحد الذين شكلوا وجدان المصريين. يعني أي مسلسل عظيم هتجدي وراه عمار الشريعي، هتلاقي اسم عمار الشريعي. طيب كمان في حاجة مهمة جدا يمكن يختلف عمار الشريعي عن ملحنين عظام سبقوه، بأنه كمان غازل الشباب بفرقة، يعني فرقة الأصدقاء كانت فرقة ما انتش عارف هي في حب الشباب والعشق والحبيبة ولا هي في حب الوطن. عنده أغاني وطنية في فرقة الأصدقاء بديعة. ده حقيقي. يعني لا، هي انا اعتقد ان فرقه الاصدقاء كانت في حب مصر. يعني وحتى مشاكل مصر اللي حتى المشاكل العاديه اللي بتمر علينا في زي الروتين مثلا. صحيح. اللي هو عبد الروتين، هنجد ان في سيد حجاب كاتب اغنيه بهذا المعنى. فنجد ان الاغاني ما كانتش اغاني يلا نغني يا شباب مجموعه من الاغاني، لا لا، كلها موضوعات، لا كلها موضوعات حقيقيه. بالظبط، كلها موضوعات منتقاة وفيها رسائل وبتدفع الشباب للتصليح وان هو يبقى افضل. فكان عمار الشريعي يعني مش مجرد موسيقي، ما هو ده فرق بين الموسيقي العادي اللي هو والموسيقي المثقف. اغنيه واحنا ماشيين على الحدود، يعني دي اغنيه عظيمه، يعني في حب مصر بشكل كبير. يعني والمضاد يوم بعد يوم بتجينا مضاد. صحيح. ألوفات هنلاقي بتناقش موضوع المضاد. هنلاقي أغنية مطلوب موظف لوظيفة. هنجد كتير أغاني كتير بالنسبة لفرقة الأصدقاء الحقيقة قدمها، وكانت بتناقش وبتناقش قضايا بتهم الشباب وبتهم الشارع المصري جدا. ومش بس كده، ده هو كمان شكل وجداننا كلنا من واحنا أطفال. طبعا. من خلال الألبومات اللي قدمها للأطفال، سواء عفاف راضي، ألبومين من أجمل ما من أجمل ما يمكن. أنا كنت بغني لبنتي الأغاني بتاعة عفاف راضي من كتر ما أنا تربيت عليها وحفظتها. فحسيت إنه طب أنا إزاي أتعامل مع طفلة صغيرة. فكان الحقيقة يعني هذا التشكيل الوجداني قدرنا ان احنا ننقله الجيل بعد. طيب خليني ختاما وسريعا اقول لك كمان انه عمار الشريعي قدم لنا اصوات كتير وقدم طبعاً. الحان حلوه لاصوات كتير.
لا لحن لحن للسيدة وردة وللسيدة ميادة الحناوي لمها صبري علي الحجار عفاف راضي نادية مصطفى أنغام لطيفة أصالة هدى عمار غدا رجب علي الحجار محمد الحلو مدحت صالح طارق فؤاد حسن فؤاد واكتشف كمان مجموعة من الأصوات طبعا فرقة الأصدقاء كلها كانت مكتشفه منى عبغاني ومنى عبغاني وعلاء عبد الخالق الله وعلاء عبد الخالق وأخيرا كانت أمال ماهر احد اكتشافات عمار صحيح. الشريعي صحيح حيظل عمار الشريعي يعني موجود في حياتنا حيظل عوده هو الغواص في بحر النغم طول الوقت اكيد يعني بشكرك شكرا جزيلا الناقد الفني احمد السماحي ومهما فضلنا نتكلم عن رموز مصر وعن فن مصر وعن العطاء الحلو اللي كانوا الفنانين بيقدموه لانه بلدنا حقيقي جميله وتستحق وهنفضل دايما رافعين راسنا علشان رموزنا يعني متنوعين في كل المجالات النهارده بنحتفل ب 11 سنه برمز قدم شوفوا قد ايه النسيج حلو شوفوا قد ايه التنوع حلو مصر ولاده وهتفضل ولاده واللي بنى مصر كان في الاصل حلواني ده اكيد هنكمل معاكم التاسعه فاصل ونتواصل ارجوكم ابقوا معنا مشاهدينا رجعنا تاني مع حضراتكم وخلينا يعني نتكلم بتفاصيل أكثر عن العملية الانتخابية ونتكلم أكثر كمان عن الدعم اللي مقدم أيضا من مؤسسات الدولة لمشاركة المرأة وأيضا يعني أهالينا من ذوي الهمم والشباب المختلفين خلينا نعرف تفاصيل أكثر في ضيافتي الآن الأستاذة إيزيس محمود وهي رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة أستاذة إيزيس منوراني أهلا وسهلا بيكي وأيضا معي المتحدث الرسمي من المجلس القومي لذوي الإعاقة دكتور خالد حنفي وكان أيضا عضو مجلس النواب السابق أهلا بحضرتك دكتور خالد أهلا بحضرتك أستاذة شفكي تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين وأنا سعيد جدا باللقاء في حضرتك الحقيقة. أكيد أنتم منوريني وحبدأ على طول بأستاذة إيزيس الحقيقة أنا مطمنة أنه المرأة أكيد المصرية عندها كثير من الوعي توقعاتك بالمشاركة شكلها إيه؟ وإحنا كمان مطمنين جدا المرأة هتنزل زي ما عودتنا الحقيقة دي مش أول مرة إحنا من 2011 وهي بتنزل في كل المناسبات مناسبات جيدة ومناسبات يعني عصيبة عشان تظهر في النهاية إنها واقفة في ظهر الدولة في الانتخابات القادمة احنا شايفين مشاهداتنا على الأرض بتقول ان السيدات هينزلوا بكثافة شديدة احنا بنشوف ائتلافات وسيدات بنتكلم معاهم احنا بنعمل حملات طرق أبواب وبنعدي على البيوت وبنتكلم على الستات معاهم على فكرة انه يعني لازم تنزلي لازم تصوتي فتحسي انك بتكلمي مع الست وتقول لك يعني انت بتقولي ايه ما انا نازله يعني ايه انا نازله انت جايه ليه اصلا انت مش جايه تكلميني على حاجه انا هعملها لكن المشاهده الحقيقه اللي مخليه المره دي ان الانتخابات خليني اسميها العرس الانتخابي او الاحتفاليه الانتخابيه زي ما المراه المصريه هي غيرت مسار وشكل العام للانتخابات خلتها في صوره عرس احتفالية المرة دي هتبقى احتضان للدولة المصرية اللي بيحصل حوالينا واللي بيحصل حوالين الدول الجوار والظروف الصعبة اللي بيمروا فيها أهل غزة بتخلي المرأة المصرية اللي هي دايما خايفة على أمنها وأمن ولادها طبعاً. وعلى أسرتها أصل المرأة المصرية جاي هي شبه هي أم شبه الوطن هي وطن يعني وطن لأسرتها وطن لمجتمعها فهي نزولها المره دي مش بس عشان تقول ان انا هصوت لفلان او غيره هي نازله المره دي تقول انا نازله علشان احتضن الدوله المصريه اللي هي حافظت عليا وحافظت على اولادي وعلى امني وعلى حياتي وعلى فلوسي وعلى مستقبلي وكل حاجه باللي بيحصل دلوقتي على حوالينا واللي بيحصل في الداخل كمان لتحسين اوضاعها واوضاع اسرتها أكيد أنا بتفق هرجع على حضرتك تاني ولكن كلمة مع دكتور خالد يعني ذوي الهمم الحقيقة الدولة كمان اعتنت بيهم جدا السيد الرئيس حتى بنفسه يعني بيقول أنه من أجمل أيامه لما بيعمل الاحتفال ويكون الأطفال كلهم حواليه فأنا عارفة كمان أنه بقى في تفاعل حلو جدا ما بين ذوي الهمم وما بين دولتهم شايف المشاركة بتاعتهم هتبقى عاملة إزاي في الانتخابات
الحقيقه لا، المشاركه ان شاء الله هتبقى مشاركه منقطعه النظير، واعداد كبيره جدا من الاشخاص ذوي الاعاقه، خاصه ان في جهود بيقوم بها المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه مع الهيئه الوطنيه للانتخابات، يمكن بدات حتى في انتخابات المصريين في الخارج اللي انتهت منذ ايام قليله، كان في استمارات بطريقه برايل، كان في استعدادات، احنا اختبرنا هذه الاستمارات بالمناسبه، وانا شخصيا كنت ضمن اللجنه اللي اختبرت هذه الاستماره ايضا في الانتخابات اللي هيتم اجراءها، او في هذا العرس الديمقراطي اللي هيبدا بعد 48 ساعه تقريبا، برضه هيكون في استمارات لابداء الراي مثلا بطريقه برايل، لافتات بلغه الاشاره لذوي الاعاقه السمعيه بتحثهم على كيفيه الادلاء بالصوت، تشرح لهم خطوات الادلاء بالعمليه الانتخابيه بشكل مفصل بطريقه بلغه الاشاره، معروف الاجراءات اللي هتتم جوه اللجنه بالنسبه للشخص لما يتوجه للجنه هيتعامل ازاي، في كراسي متحركه لذوي الاعاقه الحركيه، في تيسيرات بتقدم للاشخاص اللي مش هيقدروا يطلعوا الادوار العليا اذا كانت اللجان موجوده في ادوار عليا، وما الى ذلك من اجراءات ميسره للاشخاص ذوي الاعاقه بشكل عام. اعتقد ان كل ده بيساعدهم او بيشجعهم على التوجه لمقر الانتخابية للإدلاء بأصواتهم إن شاء الله. طيب بما أن حضرتك كمان المتحدث الرسمي وبتتابع وعلى تواصل على طول مع عدد كبير منهم، إحساسهم بإيه أن هم المشاركة هذا العام وفي هذه الأوضاع؟ طبعا معروف ان البلد حاليا بتمر باوضاع صعبه جدا، وكلنا اكيد متابعينها ومقدرينها كمواطنين مصريين، وبالتالي ده بيحفز المواطن اكتر على انه يثبت ان هو يعني مع الدوله، انه يثبت ان هو لا بنتحدى كل هذه الصعاب وكل هذه التحديات اللي بتقابلنا او العقبات اللي بتقابلنا، عشان خاطر نثبت ان كلنا كمصريين ايد واحده، بغض النظر عن انتماءاتنا السياسيه، بغض النظر عن فئاتنا بقى ذوي اعاقه، مراه، طفل، مسلمين، مسيحيين، ايا كانت الفئه اللي انا بمثلها، لا انا هنا بتكلم في كلنا واحد، كلنا مع الدوله المصريه، كلنا بشكل مع الوطن بالظبط كده، كلنا مع مصر. طيب هرجع تاني يا استاذه ايزيس، يعني انا امام المراه المصريه الحقيقه هي دايما تذهلنا، يعني دايما وجودها ويمكن المراه لان هي دايما عندها الاحساس بان هي عايزه تحتمي زي ما حضرتك قلتي، او تحتضن زي ما قلتي، لما بتقعدوا معاهم وترقي الابواب يعني احساسهم ازاي بما يحدث؟ شايفين انه يعني هم كمان بيبقوا القائد بتاع الاسره. حقيقي خليني اتكلم على حضرتك ذكرتي طرق الابواب، لانه ده من الحاجات اللي احنا بننفذها طول الوقت على الارض، ودي وسيلتنا للتواصل المباشر مع السيدات. احنا بطلنا نعمل بقى ندوات وجلسات وبرده نيجي طرق الابواب بيبقى في اماكن ايه؟ اي مكان ممكن يخطر على بالك احنا بننزل فيه كطرق ابواب. احنا بنستهدف كل السيدات في كل المواقع تركيزا على المناطق اللي فيها اقل حضرا، يعني بالذات كمان في قرى اللي بتشملها مبادره حياه كريمه، لان احنا بنشتغل مع الدوله على فكره ان احنا ننمي وعي المواطن كمان عشان يحافظ على ان النتائج واللي بتتحقق له والبنيه التحتيه اللي بتتعمل عشان يقدر يحافظ عليها. طبعا كلميني عن دول تحديدا، لانه يمكن احنا القاهره والجيزه ومحافظاتنا الكبيره يعني معروف انه اكيد يعني عندهم يعني نسبه من الوعي والمشاركة موجودة، لكن أنا يعني ساعات ببقى مذهولة أكتر إنه حتى محافظاتنا البعيدة ناس عندها وعي كبير قوي. ده حقيقي حقيقي. خلي بالك إن هم عندهم إحساس إن هم ربما يكونوا بعيد، لكن اطلاعهم أعلى، تركيزهم وتركيزهم أعلى، عشان كده لما بنروح نتكلم مع حد، إحنا عادة بنعدي على البيوت وبنتكلم على الناس مع الناس، بنتكلم معاهم على قضايا الوطن، وافتكر إن إحنا مثلا لما عملنا الحملة الممتدة طرق الأبواب اسمها بلدي أمانة، كنا اشتغلنا في الأول في الفترة الأولانية على قضايا الخاصة بزي ما نسمعش الإشاعات، إزاي نسمع لبعض، نتكلم مع بعض، نتحاور، إن إحنا كمان نشرح لهم المشروعات القومية، لأنه كان في وقت من الأوقات السوشيال ميديا كانت بتبث رسائل مغلطة عن الدولة المصرية وعن المشروعات القومية وغيره، فبنقعد نكلمهم عن القضايا دي. طبعا كمية الوعي وكمية الناس اللي فاهمة ومدركة قد كده، هم يعني ما بيسمعوش للكلام اللي بيتقال ده، ولكن كان في بعض الأحيان احنا محتاجين نركز قوي على فكرة انه
احنا في ظروف صعبه اللي احنا بنمر بيها، مش صعبه على مصر، هي صعبه على العالم كله. في غلا، الغلا موجود في الدنيا كلها مش في مصر، لكن هل حصل في وقت من الاوقات انه الدوله تخلت عن المواطن؟ ما حصلش. في عز الازمه الاقتصاديه هتلاقي انه نسب البطاله بتقل، تكافل الكرامه الارقام بتزيد. صحيح. المشروعات القوميه ما توقفتش، المرتبات بتزيد. هي الدولة عندها حتى محدودي الدخل وأهلنا حتى من الفئات المحدودة أولويات. ده حقيقي. المرة الثانية بقى بعد كده لما نزلنا نتكلم، اتكلمنا على الانتخابات مباشرة، وده بدأناه من في نفس الحملة. هي يعني احنا عندنا مرونة كافية ان احنا نغير رسائلنا. بلدي أمانة. بلدي أمانة، احنا نغير رسائل حسب الظروف أو المناسبات. واحنا لما بدأنا الحملة دي احنا بدأناه عشان نهيئ البيئة التحتية، انه جاي عندنا انتخابات وجاي عندنا مناسبات لازم ننزل فيها ندي بالصوت. عشان كده كان من اهم الرسائل اللي احنا بنتكلم عليها في رسالة انزلي وشاركي برأيك في مجتمعك المحلي. وبعد كده نقدر بالرسالة الجديدة، لا ده تنزلي وتشاركي بصوتك في الانتخابات زي ما عودتينا. ودي كان الرسائل اللي احنا بنشتغل عليها. نسبة التفاعل كانت عاملة ازاي؟ يعني لو قلت لحضرتك 100% مش هكون كذابة، لانه دي حقيقة تفاعل عالي جدا. الستات فعلا زي ما بقول لحضرتك مؤخرا، على قد ما كانت هي مهتمة بأسرتها وانها توفر الاكل للأسرة، بتشتكي من الغلا وبتشتكي من الأسعار، لكن الفترة دي، ويمكن ده حتى هنلاحظينه، انه هدي لحضرتك مثلا، احنا عندنا دلوقتي بعض المشاكل في توفير بعض السلع التموينيه. في فتره من الفترات السابقه كان الصوت عالي جدا للمواطنين بيشتكوا من الموضوع ده، ومع ذلك اتحلت مشكله السكر وقالوا لنا كمان هتحصل في الرز، ما حصلش. ما سمعناش ان حد اشتكى، معلش احنا احسن من غيرنا. انا هقول لحضرتك بعض عشان الاقوال، عشان كان عندهم قلق على بلدنا، دي حقيقه. هقول لك بعض الاقوال اللي كانوا الستات بيقولوها لي مباشره. الست لما انا قلت لها، لما كنا بنتكلم على الغلا والاسعار، قالت لي وماله السكر يغلى بس انا فوقي سقف. صحيح. دي هي الست دي المصريه، دي عبارة بتقول إن الست المصرية اللي هتنزل عشان الدولة المصرية، عشان طبعا تدي صوتها لاستقرار الدولة. صحيح. المصرية. أنا ما عنديش أي قلق من الست المصرية. حقيقة. بالعكس. حقيقة. ستات مصريات وفضليات وكده. أروح لدكتور خالد، هيقول بقى إحنا اتنين يعني إيه يعني سيدات مش هنديله فرصة. دكتور خالد، يعني برضو كلمني عن دلوقتي أهلنا وشبابنا من ذوي الهمم، لما بيحس إن الدولة بقت مأمنيله زي ما حضرتك قلت برايل والأجهزة، وأنا أكيد ناس هتساعده كمان جوه اللجان، إحساسه إيه؟ حاسس إنه هو كمان مواطن دوره مهم، صوته مهم، ولا بيقول لأ خلاص بقى ظروفي مش هتنفع؟ كلمني عن يعني التفاعل بتاعهم عامل إزاي؟ بالعكس، لا يعني هو دايما بيفكر انه طالما انا، هو كان اللي بيمنعه ان هو مش هيلاقي هذه التيسيرات. كان الاول يقول لك لا، طب انا هروح ازاي؟ طب انا لو رحت مش هعرف اوصل للجنه او للمقر الانتخابي بتاعي، طب هل في مثلا طريقه غير طريقه ان مثلا يصطحبني حد معين، او لازم استنى حد عشان ياخدني للجنه؟ لا، النهارده هو مجرد ما هيروح لجنه هيلاقي كل شيء ميسر له، هيلاقي ان هو ممكن يدلي بصوته بنفسه او يستعين مثلا برئيس اللجنه لو هو من ذوي الاعاقه البصريه، ده طبقا للقانون. برضه الدوله مش بس في فكره المشاركه السياسيه والحق في الانتخاب او التصويت بذلت جهود كبيره جدا من خلال هيئه الوطنيه للانتخابات، لا في مجالات اخرى. ما انا النهارده ببص للموضوع بشكل اجمالي. طبعا. يعني طبعا. المجلس عامل حمله اسمها صوتك حقك. دي بتحث الاشخاص ذوي الاعاقه على الادلاء باصواتهم. ايضا عندنا غرفه عمليات هتكون موجوده طوال ايام الادلاء بالعمليه الانتخابيه، الحد والاثنين والثلاث، من 9 صباحا ل 9 مساء. ممكن الاتصال بالمجلس على الرقم الخط الساخن بتاعه 16736، وبرده نكتبه على الشاشه 16736. فده في حاله لو اي شخص من الاشخاص 16736 بالظبط كده، لو قبل اي مشكله اثناء عمليه التصويت يتصل بالمجلس. والمجلس ان شاء الله في بروتوكول تعاون مشترك اشرت ليه في البدايه ما بين المجلس ووزاره التضامن والهيئه الوطنيه للانتخابات. في ايضا تشريعات النهارده بتحمي حقه، تحمي حقه طبعا. في ان هو ياخد كل الخدمات من الدوله ب
بنص قانون النهاردة. صحيح. بيقدر يحصل على معاش معاشين أو يجمع بين معاشين أو بين معاش ومرتبه، ياخد 5% في وحدات الإسكان الاجتماعي، يقدر يجيب سيارة معفية من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، لو استورد جهاز تعويضي لاستخدامه الشخصي معفي من الضريبة الجمركية، 50% تخفيض في جميع وسائل المواصلات. الوضع تغير عن بالضبط السابق بكتير. عندي منظومة تشريعية، فالمنظومة التشريعية دي معمولة لمين؟ معمولة لك أنت. طب هل انت بقى في الحاله دي يبقى المقابل ان انت تبخل على ان انت تدلي بصوتك؟ اعتقد لا. فصوتك حقك. بالظبط. صوتك حقك وحق بلدك كمان. وحق يعني بلدك عليك. حق بلدك عليك. طيب استاذه زيز، هل هيتم بقى يعني خلاص 48 ساعه بتفصلنا عن الانتخابات، قولي لي هل في غرفه عمليات، في متابعه، الموقف هيبقى عامل ازاي في المجلس القومي للمرأة؟ فعلا احنا حاليا احنا عندنا دربنا 2000 متابع وحصلوا على كروت المتابعه من الهيئه الوطنيه للانتخابات، وهينزلوا يراقبوا او يتابعوا اللجان. احنا طبعا بنهتم بالاساس ان احنا يعني نتابع التصويت المرأة المصرية، لكن بنتابع كله الحقيقة. ده وده لانه طبعًا همنا ان كل الاسرة تنزل مع بعض، وده اللي احنا دايما بنقوله. صح. للستات انزلوا سوا، خدي جوزك وولادك، خدي جيرانك، خدي اخواتك، انزلوا مع بعض صوتوا. ايه ما بتنزلش الوحدة؟ لا ما بتنزلش. ست المصرية بتحب الونس، احنا مش هيبقوا لوحدهم. وبالتالي احنا عندنا غرفتين عمليات، الغرفة الاولانية غرفة خاصة بالخط الساخن 15-1-15، يا ريت برضه يتكتب هو. أيوة. كمان 15-1-15 دي خاصة بالمركز القومي، بالمجلس القومي للمرأة، ده خط مكتب الشكاوي ومتابعتها. 15-1-15 اي حد يقدر يتواصل معانا، الخط مجاني، بنقدم كل الخدمات المتاحه زي ما قلت حضرتك. احنا بنقدم حتى الاستشارات الخاصه بالانتخابات، حد ما لقاش اسمه في اللجنه دي ممكن نعرفه عن طريق الهيئه الوطنيه للانتخابات، اللجنه اللي هو مسجل فيها. عندنا الخط، عندنا الغرفه الميدانيه اللي بيتبعها ال 2000 متابع على الارض، بنتابع وقتي بالصوت والصوره وجود السيدات وتوجههم الى اللجان، وبنبدا نبلغ بعض لو في مشاكل بنحلها، لان احنا متصلين مباشره مع غرفه العمليات الرئيسيه في الهيئه الوطنيه يعني للانتخابات. يعني اهتمام كبير المحافظات ومتابعه كبيره. انا بتمنى الحقيقه التوفيق، ومتاكده جدا من المراه المصريه باذن الله. بشكرك جدا استاذه زيز بجد على يعني على هذا المجهود باسم المجلس القومي للمراه، دايما الحقيقه بتبذلوا مجهود كبير. استاذه ايزيس محمود بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني. دكتور خالد، انا متاكده ان شاء الله الصوت هيوصل من اهالينا من ذوي الهمم، وهم اكيد هم يعني حبهم للوطن وحبنا ليهم اكيد هيبقى موجودين معانا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد. شكرا لحضرتك. وخليني اختم مع يعني اللي شرفونا واقول الارقام 16-7-36 لذوي الهمم يقدروا يبقوا يعني متواصلين معاها وقت الانتخابات لو حابين أي استفسار أو أي شيء. وأيضا عندنا الرقم الثاني 15-1-15 هو أيضا موجود للمجلس القومي للمرأة، بيتابعوا المرأة في 2000 متابع على الأرض هيبقوا موجودين. وأنا هختم بالكلام اللي قالوه صوتك حقك أو المرأة المصرية بتحتضن الوطن وهو عرس مصري أكيد مع هذه الانتخابات. ما عندناش أي قلق وشك، كلهم مواطنين ومواطنات مصريات بالأكيد، الكل هيكون مشارك في هذه العملية الانتخابية اللي تحت العنوان الكبير مصر بجد وبننتخب الحقيقة، مصر تنتخب الرئيس بإذن الله. ونكمل مع حضراتكم بإذن الله فقرة أخيرة وهي أيضا مهمة عن متحفنا المصري الكبير المهم، اللي الحقيقة مشروع ضخم كبير ومهم مش بس في مصر ولكن للعالم كله بإذن الله. فاصل قصير ونعود لنستكمل ضيفنا في هذه الفقرة بإذن الله. أشكر حضرتك. عروس الصعيد محافظة المنيا شهدت افتتاح مكتبي بريد مغاغة التاريخي ومطاي الرئيسي بعد تطويرهما وتزويدهما بأحدث الأنظمة الحديثة. لدينا استراتيجية لتطوير مكاتب البريد في كل محافظات الجمهورية. في المنيا لدينا حوالي 220
مكتب بريد بين مكاتب ثابتة ومكاتب متنقلة وخفيفة. الحمد لله انتهينا من تطوير حوالي 175 منها، والباقي إن شاء الله في الخطة في القريب العاجل. كل مكاتب المرحلة الأولى من حياة كريمة جرى تطويرها بالكامل. حين نقول تطوير لا نقصد فقط تطوير شكلي لكي يكون المكتب لائقا باستقبال أهلنا من أهل المنيا، وإنما أيضا يشمل تطوير في أسلوب تقديم الخدمة من حيث الميكنة وحوكمة الخدمات، ومن ثم تسهيل تقديمها لأهلنا من أهل المنيا. هذا الافتتاح جاء خلال زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعب برفقة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد. الأهالي مستفيدة، وإحنا موجودين دلوقتي في مكتب بريد مطاي اللي لسه متحدث وبيفتتحوا معالي الوزير. إحنا عندنا مكاتب بريد كلها اتطورت على مستوى المحافظة، تمام، وفي عندنا إنترنت فائق السرعة في كافة قرى حياة كريمة 192 قرية، وبالإضافة لأبراج المحمول المنتشرة على أرجاء المحافظة كلها. ففي تقدم في قطاع الاتصالات وفي تطوير في قطاع الاتصالات في المنيا لم تشهده من قبل. ويأتي افتتاح مكتبي البريد في إطار خطة الدولة للاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مكاتب البريد، فضلاً عن تحقيق مستهدفات استحداث خدمات بريدية تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع. البريد المصري متواجد في جميع محافظات مصر بعدد يفوق 4300 مكتب، وطبعاً محافظة المنيا بتفوق 220 مكتب بين سيارات متنقلة ومكاتب خفيفة سيارات متطورة. المكاتب أيضاً منها حياة كريمة، نجحنا في تطوير كافة مكاتب حياة كريمة بالكامل. النهاردة بافتتاح مكتب مطاي ومغاغة بنصل إلى حوالي 95% من تطوير كافة المكاتب. التطوير مستمر زي ما قال معالي الوزير، التطوير مش في الشكل فقط ولكن في تقنية العمل، في أسلوب العمل، تدريب الموظفين، كافية الاستقبال. أعتقد أن البريد المصري النهاردة قادر أن يخدم أهالينا في الصعيد وفي المنيا. وعشان بلدنا بتهتم جدا بالمشروعات، احنا عارفين انه احنا عندنا حقيقي نهضة كبيرة في مشروعات كتير، منها المشروعات الأثرية زي ما شفنا حاجات كتير على مدى السنوات اللي فاتت وأبهرتنا، يعني موكب المومياوات اللي حصل كمان في طريق الكباش والأقصر نفسها بشكلها الكبير، وأخيرا المتحف المصري الكبير. مواقع عالمية كتير الحقيقة بتعتبر انه المتحف المصري الكبير يعتبر من أهم وأنجح المشروعات في عام 2023، ودي حقيقة. وأنا متخيلة جدا أنه المتحف المصري الكبير لما يتم افتتاحه بالكامل هيبقى مبهر، وهيبقى أي سائح في العالم هيبقى هو ده حلمه، مش بس أنه يجي مصر، أنه يجي ويقضي أكتر من يوم في المتحف، لأنه المشروع كبير. احنا بنتكلم على المتحف تفاصيله كتيرة، خليني يعني أعرف تفاصيل كلها، ويكون يعني عندكم كمان معلومات كده تفرحوا بيها عن المتحف المصري الكبير. دكتور عيسى زيدان وهو مدير عام الترميم ونقل الأثار بالمتحف المصري الكبير، برحب بيه في ضيافتنا في التاسعة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أستاذ. حقيقة يعني التايتل بتاعك وعنوانك مهمة قوي، مش بس الترميم ونقل الأثار، يعني أكيد كنت موجود مع نقل رمسيس وعدد من الأثار اللي موجودة كلها في المتحف المصري الكبير. 56 ألف قطعة أثرية. 56 ألف قطعة موجودين الآن في المتحف المصري الكبير. 56 ألف قطعة. كانوا موجودين فين دول؟ كانوا موجودين في المتحف المصري في التحرير، مخازن السقارة، الأقصر، أسوان، تل بسطة، من كل أنحاء الجمهورية نقلنا الأثار طبقا لسيناريو العرض اللي هو بيعرض الحضارة المصرية القديمة في عصر ما قبل الأسرات، ثم عصر الدولة القديمة، الدولة الوسطى، الدولة الحديثة، العصر اليوناني الروماني. طيب دول 56 تم نقلهم، المتحف هيبقى فيه كم قطعة؟ هو المتحف المستهدف فيه، احنا عندنا طبعا
العرض المتحفي بيبدأ من المسلة المعلقة اللي هي بتزين الواجهة، ثم البهو العظيم اللي به تمثال الملك رمسيس وعمود ابنه الرابع عشر الملك ميرنبتاح وتمثال لملك وملكة من العصر البطلمي، ثم بعد ذلك بتبدأ قاعة العرض اللي هي بيتفرد بها المتحف المصري الكبير عن أي متحف في العالم كله، وهو الدرج العظيم. الدرج العظيم مجموعة من الأثار الثقيلة اللي بتعبر عن روائع الفن في العصر الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة والعصر اليوناني الروماني. يعني بداية يعني انه يسمح كده الناس بداية تروح تبص عليه. بداية التشغيل التجريبي كان في البهو العظيم، ثم الدرج العظيم اللي هو بدأ التشغيل التجريبي واتفتح للزيارة وعمل اقبال ورواج سياحي كبير جدا في المتحف المصري الكبير. الناس كلها بتتكلم على الدرج العظيم. الدرج العظيم فعلا هو من اللي بقول لحضرتك حاجه مش موجوده في اي متحف في العالم. ازاي حضرتك تعرضي اثار على سلم متدرج بينتهي ببانوراما عرض رائعه اللي هي الاهرامات الثلاثه في بانوراما عرض بتخطف الانظار. طبعا الاثار اللي موجوده في البعض منها بيتجاوز ال 30 طن. نسال زمايلنا لو نشوف بعض المشاهد للدرج العظيم او صور ليه، هتبقى الحقيقه كمان مبهره الناس تتابعها معانا. زي ما بقول لحضرتك طبعا الاثار اللي موجوده في بعض القطع الاثريه بيتجاوز وزنها 40 طن، في 25 طن. الاثار موجوده على الدرج العظيم حضرتك بتشوفيها في سيناريو وقصه رائعه. بنشوف حاجات ده توت عنخ امون ده المعرض التفاعلي بتاع توت عنخ امون واللي هو كان دوله رئيس الوزراء النهارده موجود فيه. المعرض ده يعني هو هنا يعني دكتور مصطفى مدبولي قاعد وكأنه جوه الحدث. هو المعرض التفاعلي بيتكلم عن أصول مصر، إزاي مصر نشأت، بيتكلم عن عظمة مصر، بيتكلم عن روعة مصر، بيتكلم عن الحضارة المصرية القديمة، بيتكلم عن اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون والروائع الفنية اللي وجدت في المقبرة. فهذا هو المعرض التفاعلي الخاص بالملك توت عنخ آمون اللي هو نظمته الشركة المشغلة وشركة الإدارة بالمتحف المصري الكبير. وده طبعا ارتقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع السائحين اللي كانوا موجودين على الدرج العظيم وبسؤاله عن انطباعهم عن المتحف. أجابوا انطباعهم كان إيه بقى؟ أجابوا إن إحنا مش مصدقين إن إحنا في مصر وشايفين هذا المتحف العظيم. وطبعا المتحف كله بنتطلع ان احنا نشوف المتحف بعد الافتتاح مره تانية، وهنيجي مصر مره واثنين وثلاثه. وسالهم عن جو مصر اللي هو الرائع طبعاً. اللي هو موجود. فطبعا كان في قمه الانبهار بالدرج العظيم اللي هو بدا تشغيله تجريبي منذ 10 ايام. طيب يعني طبعا حضرتك اكيد يعني انه مواقع عالميه كتير تؤكد بانه المتحف المصري الكبير هو اهم مشروع لعام 2023. دي مش غريبه عليكم طبعا يعني، ولكن ده حاجه جيده جدا للدوله المصريه. هي طبعا حاجه تدعو للفخر ان احنا طبعا ان المتحف المصري الكبير احنا بنقول افضل هديه هتقدمها مصر مش للمصريين بس ولكن للعالم كله. اكبر صرح ثقافي حضاري على في ارض مصر. المتحف ده من أكبر المتاحف اللي بيعرض حضارة مصرية واحدة هي الحضارة المصرية القديمة. المتحف بيتميز بحاجات مش موجودة في أي متحف في العالم. زي المسلة المعلقة اللي تصميمها كان فريد من نوعه، صممها اللواء المهندس عاطف المفتاح. وعندنا الدرج العظيم مش موجود برضو في متحف في العالم ان انت تلاقي اثار ومعروضه بهذا الحجم الهائل وبهذا الوزن وبهذا السيناريو الرائع. مش موجود اصلا. عندنا متحف نوعي من افضل المتاحف، متحف مراكب الملك خوفو، هيضم المركبين لاول مره. بالاضافه ان احنا عندنا القاعتين الملك توت عنخ امون بيتفرد بيهم المتحف المصري، والاول مره بيتم تجميع كنوز الملك توت عنخ امون. احنا بنقول المتحف المصري الكبير هو البيت الكبير بتاع الملك توت عنخ امون. ده بيت توت عنخ امون. جمعنا 5398 قطعه تحت سقف واحد هيتم عرضهم. في بعض القطع لاول مره بيتم عرضها المتخصصين زي نفسهم. زي ايه لاول مره؟ خلينا نقول لاول مره ايه. في بعض من التكستايل او المنسوجات الخاصه بالملك توت عنخ امون دي هيتم عرضها. المنسوجات اللي كان بيرتديها يعني عمرها قد ايه دكتور عيسى؟ عمرها ما يقرب من حوالي 3000 عام دلوقتي. عندنا يعني احنا سوف نشاهد في هذا المتحف منسوجات عمرها اكثر من 3000 عام. اكثر من 3000 عام. عندنا طبعا الدرع الواقي اللي كان بيرتديه الملك ده برضو ما كانش معروض. عندنا الدرع ده بقى من الايه؟ من الجلد. من الجلد. في بعض من الدروع من الخشب المذهب موجوده. في بعض القلادات ما كانتش معروضه برضو هيتم عرضها لاول مره. فده الحصري ده الحصري اللي هو موجود في المتحف. زي ما قلت لحضرتك برضو
هنعرض لأول مرة مركبين أكبر مناكب في الدولة القديمة في العالم كله، أكبر أثر عضوي مركب الملك خوفو اللي تم نقلها بنجاح، وهنعرض المركب الثانية اللي تم استخراجها مؤخرا وبيتم العمل الآن على ترميمها وتجميعها في المتحف المصري الكبير. أول مرة هيتم عرض مركبين. المراكب دي تم استخدامها في إيه؟ المركب الأولى والمركب الثانية دول تم الكشف عنهم عام 1954. تم استخراج المركب الأولى، كان البعض عندما اكتشفت هذه المراكب أطلق عليها مراكب الشمس، وهذا طبعا صحيح. المصطلح خاطئ. هل دي كان موجود زيها في الهرم منطقة الأهرامات؟ هي دي بالضبط زي ما حضرتك قلت، هي دي المركب اللي كانت موجودة في الهرم، كانت بتعرض في متحف بيشوه الضلع الجنوبي للهرم، فجاءت الفكرة الواعية لنقل المركب وتم نقلها إلى المتحف المصري الكبير كقطعة واحدة، وبنجري الآن العمل على ترميم المركب الثانية الأول مرة بيتم استخراجها بالتعاون مع الجانب الياباني، عشان لأول مرة هنعرض المركب الأولى والمركب الثانية مع بعض في بانوراما عرض تخطف الأبصار. يعني مش عارفة الناس هتروح تشوف إيه ولا إيه في هذا الجميل. طيب خليني أعرف، رئيس عبد الفتاح السيسي كان عنده اهتمام كبير جدا، اهتمام دولة واهتمام شخصي بهذا المتحف. بالضبط زي ما حضرتك قلتي، وده مش عشان نحن على الهواء بنتكلم، ولكن فعلا لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المتحف كان المتحف أن يتبخر. إحنا ده كان حلم بالنسبة لنا، وإحنا كأثريين كنا قلنا أن الحلم ده مش هيتحقق لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2016، وكلف الهيئة الهندسية بتولي هذا المشروع. أصبحت نسبة الإنجاز في هذا الوقت من 16% قفزت إلى 95% خلال 4 سنوات فقط. الآن الإنجاز في المتحف المصري الكبير بلغ حوالي 99% في كل القاعات العرض الرئيسية. يعني نقدر نقول بأن المتحف تقريبا جاهز. المتحف على آخر هذا الشهر إن شاء الله كله هيكون بإذن الله جاهز، قاعات العرض كلها بنسبة 93% خلاص الأثار موجودة فيها، الفترين، العرض المتحفي، التحكم البيئي، قاعات توت عنخ آمون 99% انتهت، لم يتبقى سوى قطع بسيطة جدا موجودة في متحف التحرير. تشرفي في أي وقت. أنا هروح أكيد في التاسعة أو كده، لكن أكيد لازم نتابع هذا الجمال. أنا بعتبرها كنوز، يعني إحنا محظوظين بالكنوز اللي إحنا عايشين في وسطها، بس لازم نعرف كمان قيمتها وتقديرها. عايز أعرف لو أنا سائحة وحاجي مصر، كم يستغرق مني الوقت عشان أستمتع بتفاصيل هذا المتحف؟ هو حضرتك المتحف ده كبير جدا، احنا بنتكلم على 500,000 متر مربع، مساحة العرض المتحفي او المبنى الرئيسي حوالي 108,000 متر، هو يستغرق من حضرتك ممكن تقعد يوم، تقعد يومين، ثلاثة، أربعة أيام. بيبقوا دقيقين، عايز يقف على الأقل ربع ساعة ويشوف ويقرأ لا لو حضرتك هتقف على كل قطعة 10 دقائق أو 5 دقائق محتاجة 3 أيام عشان تزور المتحف ده كله المتحف بكل المقتنيات اللي هي الجميلة الرائعة اللي موجودة في المتحف. الحقيقة يعني اسمح لنا ان احنا يكون عندنا زيارة بالكاميرا مرة كده ونتكلم اكتر ونقرب من اثارنا وكنوزنا اكتر واكتر، ونبقى وننقل الجمال ده لمشاهدينا. انا بشكرك شكرا جزيلا على المجهود الكبير وعلى كل الفريق اللي بيعمل في هذا المتحف العظيم. دكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الاثار بالمتحف المصري الكبير، نورتني في التاسعة واديتنا طاقة ايجابية حلوة كده نختم بيها. ان شاء الله يا فندم الطاقة مستمرة باذن الله. باذن الله. مشاهدينا حاولنا النهاردة أن احنا نكون معاكم في فقرات كثيرة جدا، ولكن إذا كان هذا الختام بالكنوز اللي بتشتغل عليها الدولة المصرية، زي ما قلنا مشروعات كثيرة دولة بتشتغل عليها، اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سنة 2016 بأنه ينقل هذا الأمر للهيئة الهندسية علشان يكون في عمل دؤوب ليخرج هذا المتحف بهذا الجمال اللي احنا بنتكلم عليه، أكتر من 56,000 قطعة تم نقلها، ده غير كل اللي موجود والكنوز اللي موجودة والترميم والجمال اللي هنشوفه مع افتتاح هذا المتحف بشكل رسمي كبير بإذن الله. مصر فيها كنوز زي ما قلنا، يبقى العملية الانتخابية لأنه بلدنا تستحق الاهتمام، الديمقراطية الوطنية اللي هتبقى موجودة ابتداء من يوم الحد بإذن الله والاثنين والثلاث العملية الانتخابية، وأعتقد المشاركة كلنا هنكون على قد هذه المشاركة الوطنية. غدا وبعد غد يبدأ الصمت الانتخابي أو بعد قليل خلاص، إن شاء الله تكونوا بإذن الله معانا غدا في تغطية جديدة وأيضا في موضوعات أخرى جديدة للتاسعة. أشكركم شكرا جزيلا، تصبحوا على ألف خير.